بعد أزمة في ذم أصحاب ولا أعز، ألكسندر علوم يراقب هاتف رحمة رياض وما يكشفه خطير. مثل ما تلقون وتحداكم. أثار فيلم أصحاب ولا أعز ببطولة منى زكي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كشف خفايا الموجودة بالهاتف، والذي أثر على الكثير من الفنانين أبرزهم ألكسندر علوم. كل صيح أنا وياك نجمة بالسما وغيمة. فبعد هذه الضجة التي انتشرت في الوسط الفني، تعرضت رحمة رياض لأسئلة محرجة خلال مشاركتها ببرنامج عراق أيدول الموسم الثاني على شاشة NBC العراق، بفقرة بعنوان مسموح ممنوع من كواليس البرنامج، حيث قام المذيع في هذه الفقرة بطرح عدد من الأسئلة الموجهة للفنانة العراقية، ولكن ما لفت انتباه المشاهدين سؤاله حول ما إذا كانت تسمح رحمة لألكس زوجها بمراقبة هاتفها لتجيب الأخيرة أكيد مسموح، وألكس معه الباسورد ويعرف كل شيء. وحينها عكس المذيع السؤال ليكون ردها: لا أملك الباسورد لأنني أنسى كثيرا. مسموح لو ممنوع ألكس يفتش بتليفونك؟ مسموح؟ obviously أكيد لازم. لازم حتى يعني. الباسورد حافظ؟ لا عادي، أنا الباسورد العائلة. أقص ليدي أقص ليدي إذا ما حافظ الباسورد ما أتهم. لا والله ما حافظ. صدق؟ أنا أنسى. على شنو محظوظ الباسورد؟ هو محظوظ إنه أنا أنسى الباسورد. تردد الأخبار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غيرة ألكسندر من سيف نبيل، خصوصا أن الأخير احتفل بعيد ميلاد الفنانة العراقية ضمن كواليس البرنامج الذي يجمعهما معا. أحلى كيكة بالعالم. Thank you. تستاهلين.